وبركاته. أصالة عن نفسي وعن جميع أعضاء شركة الرازي أرحب بكم أجمل الترحيب في هذا اليوم والذي يسرنا فيه أن نعلن عن إتمام حملتنا تحت شعار جبيلنا أجمل بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي شركة الرازي التزاما منها بالمجتمع وخدمة المجتمع. فببداية هذا التكريم مع كلمة الهيئة الملكية بالجبيل، وكذلك بأن ندعو المشاركين والذين بذلوا الجهد والوقت لإنجاح هذه البرامج والتي تحرص عليها رئيس شركة الرازي المهندس بكر فلاتة. الصلاة والسلام على رسول الله. في البداية أحب حقيقة أقدم الشكر لجميع الأخوان اللي شاركونا اليوم في هذه الحملة، والهدف منها حقيقة كان رفع الوعي والاهتمام بالبيئة والصحة. فحقيقة تلبيتكم لهذه الدعوة كانت فعالة وتقدم الكثير. شكرا لكم جميعا على تلبية الدعوة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتكم إن شاء الله. حقيقة أن شركة من 56 مشارك عندنا الفائز الأول الأخ عبد العزيز الحزيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. في الحقيقة نشكر جميع الأخوان المشاركين معنا في هذه الحملة، النشاطات اللي تقوم بها الشركة في مجال الاهتمام بالبيئة والصحة، كما نشكر إخواننا المدشنة من قبل الرازي لرفع الوعي وتسليط الضوء على الفعاليات. كما نشكر برضو إخوان رواة المشي للجبال على مشاركتهم لنا في هذا في هذه الحملة، ونقدر لهم حضورهم وسام لنا وزادنا شرفا. السلام عليكم. أستاذ بكر يعطيكم العافية على هذه الفعالية الجميلة جدا، نشكركم صراحة. إحنا من رواة المشي للجبال نشكركم جدا، نرجو أن تكون هذه على طول، أتوقع أنها تكون مستمرة مستدامة.
ان شاء الله هذه على جزء من اهتمام الشركه بالصحه والبيئه، وحتكون دائما يعني مستدامه ان شاء الله. وبرضه نشكر اخواننا هواه المشي في الجبيل على مشاركتهم، وان شاء الله تشاركنا على طول، احنا هنا على طول العصريه ان شاء الله.